أعادت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتقلص مداخيل الجباية البترولية الحديث عن منابع مالية جديدة قد تنعش الاقتصاد الوطني المهدد في أي لحظة بالغرق في مستنقع المديونية، الأمر الذي دفع مختصين للمطالبة بفسح المجال أمام البنوك الإسلامية. نتمنى بإذن الله تعالى أن تلحق الجزائر بركب بقية الدول سواء كانت دول إسلامية أو دول غربية في استخدام هذه الأداة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث يمكن أن تقدم الصكوك الإسلامية يعني وتحقق وسيلة وأداة لتعبئة الموارد لفائدة المشاريع الحيوية الاقتصادية التي ترغب الدولة في تحقيقها. ورغم أن الجزائر من الأعضاء الأوائل المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، إلا أنها ظلت بعيدة كل البعد عن الصيرفة الإسلامية رغم ما تتوفر عليه من مقومات النجاح. أول ما اتصلنا بهم لمسنا منهم كل الدعم وكل التشجيع لهذا النوع من النشاط، خاصة وأن الجزائر يعتبر عضو مؤسس للبنك الإسلامي في التنمية في 1973. تقريبا 90% من المستثمرين هم مهمش مسلمين، يعني ناس فقط أعجبتهم الوسيلة هذه لسيولتها لأهميتها للجانب الأخلاقي اللي فيها. ملتقى الصكوك الإسلامية كان فرصة لتحفيز الدولة وتوعية المعنيين من بنوك ومؤسسات بأهمية اعتماد الصيرفة الإسلامية. Mais aujourd'hui le but c'est que en Algérie des gens soient formés et la possibilité de présenter aux autorités locales donc au niveau de la bourse, au niveau de la banque centrale, au niveau du ministère des finances des idées, des projets, des moyens concrets pour mettre en place ce type de finance. وتبقى هشاشة المنظومة البنكية وتعقيداتها أكبر عائق أمام البنوك الإسلامية لدخول سوق المال الجزائرية، ما يستدعي من الدولة إعادة النظر في بعض القوانين ولو بحذر.